الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواني أخواتي متابعي قناة من صوت للبرمجة. درس جديد من سلسلة دروس باسكال والدلفي. اليوم سنرى درس مهم في البرمجة بلغة الباسكال، وسنتطرق إلى ما يعرف بالبرامج الفرعية سو بروجرام. نكتفي هنا بهذه التسمية، و عندما نتقدم في الدرس سنعرف تسميات أخرى. عندما يكون لدينا مثال في برنامج نريده أن يحسب لنا مثلا عدة عمليات بنفس الصيغة الحسابية، فإننا نضطر إلى إعادة كتابة الأسطر عدة مرات، وهذا يعني تكرار نفس الأكواد بالنسبة لعمليات حسابية ما متعلقة بالجمع أو الطرح أو القسمة أو عمليات أخرى على عناصر أخرى. مثلا لدينا هذا البرنامج، طلب منا إنشاء برنامج لحساب معدل السن والوزن والطول لتلاميذ مدرسة. إذن فسيكون البرنامج كالتالي. إذن نسمي البرنامج هنا تسمية البرنامج، ونصرح بمتغيرات من 1 إلى 4، ونصرح بمتغير الذي هو عبارة عن نتيجة، وكل هذه المتغيرات عبارة عن ريال. وندخل إلى البلوك البرمجي الرئيسي ونبدأ في كتابة الأسطر. أولا نضع هذا التعليق، نطلب من المستخدم إدخال القيم، ثم نستلم من المستخدم هذه القيم، ثم نسند النتيجة موين إلى العملية التالية، أو نسند العملية التالية كنتيجة إلى الموين، ونطلب منه أن يقوم بطباعة هذه القيمة التي سوف نحصل عليها. كذلك بالنسبة للوزن، كذلك نستقبل من المستخدم 4 قيم، نقوم بحسابها ونقوم بطباعتها. ثم كذلك بالنسبة للسن، كذلك نقوم باستلام القيمة من أو استلام القيم من المستخدم، ثم نقوم بإدخال ثم نقوم بعملية الجمع أو الحساب، ثم نقوم بالطباعة بالنسبة للسن. وهنا نلاحظ تكرار نفس الكود بالنسبة لجميع العمليات. هذا مثال بسيط، ولو كان الكود أكثر تعقيدا لربما تتداخل الأكواد ببعضها ويطول عدد الأسطر والتكرار، وبالتالي يتعقد الأمر. ومن هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم جدا، ألا توجد طريقة أو حل لكتابة الكود مرة واحدة واستعماله كلما دعت الضرورة لذلك؟ أكيد الحل موجود، ومن هنا ظهرت فكرة البرامج الفرعية أو ما يعرف بالسو بروجرام، والتي لها دور مهم في البرمجة، حيث تسمح لنا بكتابة الأسطر البرمجية مرة واحدة واستعمالها مرات عديدة في برامجنا من دون إعادة كتابتها. إذن ماذا تحوي البرامج الفرعية؟ هي تحتوي على سلسلة من الأسطر البرمجية instructions، ولها اسم وحيد لا يتكرر في برامج فرعية أخرى طيلة البرمجة في هذا في مشروع واحد، يعني في هذا المشروع. ويتم تجميع سلسلة من أسطر البرمجة في بلوك واحد نعطيه اسم وحيد، وبالتأكيد البرنامج الفرعي يحتوي على إعدادات معينة للإدخال parameter d'entrée، وكذلك أخرى للإخراج parameter de sortie، لإظهار نتائج هذا البرنامج الفرعي. وكل هذا ينحصر تحت البرنامج الرئيسي، ويتم التصريح به في مكان التصريح بالمتغيرات في البرنامج الرئيسي.
ويتم التصريح به في مكان التصريح بالمتغيرات في البرنامج الرئيسي. وفي لغة الباسكال لدينا نوعان من البرامج الفرعية، لدينا ما يعرف بالإجراءات procedures والfunctions اللي هي الدوال. إذن لدينا الإجراءات والدوال أو les procedures et les fonctions. رأينا في بداية هذه الدورة الهيكل الخاص بإنشاء برنامج باسكال، وقلنا أنه يحتوي على رأس البرنامج فيه اسم البرنامج والتصريح بمكاتب الباسكال لاستعمالها في وظائف عديدة، ثم مكان التصريح بالمتغيرات والبلوك الرئيسي الذي يحتوي على أسطر البرمجة. إذن وفي منطقة التصريح بالمتغيرات يمكننا أن نصرح بالبرامج الفرعية، يعني مثلا هنا يمكننا التصريح بالبرامج الفرعية. أما البلوك الرئيسي فقلنا أنه يحتوي على الأسطر البرمجية، هذه مثل هذه الأسطر البرمجية المكونة من وحدات الإدخال والإخراج write و read، إسناد قيم لمتغيرات، وكذلك الجمل الشرطية والحلقات التكرارية كما رأينا في السابق. إضافة إلى ذلك سنقوم باستعمال أسماء البرامج الفرعية أو مناداتها هنا في البرنامج الرئيسي، مثلا تحت أي statement نحتاج فيه برنامج الفرعي. الآن كيف يتم هيكلة البرامج الفرعية؟ تقريبا لها نفس هيكلة البرنامج الرئيسي، لذلك تعرف بالبرامج الفرعية، وهي الأخرى تحتوي على. إذن هذا برنامج فرعي يحتوي على رأس البرنامج وهو تسمية البرنامج الفرعي، أسميناه هنا مثلا Space و Program. ثم لدينا منطقة التصريح بالمتغيرات ومنادات مكاتب الباسكال، ثم لدينا statement الخاصة بالبرنامج الفرعي. وقلنا أنه يمكن أن ننادي البرنامج الفرعي هنا داخل البرنامج الرئيسي في البلوك الرئيسي للبرنامج. ووجب التنويه إلى أنه يمكن للباسكال أن يقبل برامج فرعية داخل برامج فرعية أخرى، مثلا هذا يقبل برنامج فرعي داخله، وكذلك أسطر الإدخال والإخراج write و read داخل البرامج الفرعية نفسها، لذلك وجب تجنب عمل ذلك لأن الأمر معقد نوعا ما. يعني داخل البرنامج الفرعي يمكن أن نجد كذلك برنامج فرعي أمريكي، ثم نناديه داخل البرنامج الفرعي، ثم نناديه داخل البرنامج الرئيسي. هذه العملية معقدة نوعا ما، لذلك وجب تجنبها، لأننا لا يمكن مثلا أن نكتب داخل البرنامج الفرعي مثلا إدخال أو إخراج لقيم نستغني عنها داخل البرنامج الفرعي ونكتبها في البرنامج الرئيسي، فقط نستعمل البارامترز الخاصة بالبرنامج الفرعي. إذن كيف يتم معالجة ذلك على مستوى الذاكرة أو ذاكرة الحاسوب؟ إذن يقوم المبرمج بعمل برنامج رئيسي،
داخل هذا البرنامج الرئيسي يقوم بعمل برنامج فرعي، ويتم مناداة هذا البرنامج الفرعي داخل البرنامج الرئيسي الذي هو هذا، ولكن هذا لا يكون منفصل عن البرنامج الرئيسي وإنما داخله، وبالتالي نقوم بمناداته داخل البرنامج الرئيسي. ولكن البرنامج الرئيسي ينفذ، وتنفذ statement الأولى ثم statement الثانية مثلا هنا إلى statement إلى حين الوصول إلى مناداة البرنامج الفرعي، نأخذ منه البارامترز. فهنا البرنامج الرئيسي يتوقف مؤقتا ليسمح للبرنامج الفرعي بالتنفيذ، أو ليسمح للكومبايلر بتنفيذ البرنامج الفرعي، ثم يعود لمواصلة تنفيذ ما تبقى من الأسطر البرمجية. هكذا تتم العملية على مستوى ذاكرة الحاسوب. إذن ولنفرض أن هذا البرنامج تم تنفيذه إلى غاية الوصول إلى مناداة هذا البرنامج الفرعي، إذن ماذا سيحصل؟ إذن سيقوم البرنامج الرئيسي بربط مباشرة مع الانستركشن الأولى أو statement الأول في البرنامج الفرعي، وهذا ما يعرف ب بالربط البرمجي أو برانشمون. بهذا الربط أو ما يعرف ببرانشمون يمكن الحصول على نتائج، أو يمكن إرسال متغيرات أو قيم لهذه هذا السطر من هذا البرنامج الفرعي. إذن وبعد ذلك ينفذ ما داخل البلوك الرئيسي بالنسبة للبرنامج الفرعي، ثم يعود إلى هنا ويبدأ في تنفيذ ما تبقى من statement. وبذلك نقول أن البرنامج الرئيسي كان في حالة انتظار بالنسبة لتنفيذ البرنامج الفرعي. في حين انتهاء تنفيذ البرنامج الفرعي يعود البرنامج الرئيسي لتنفيذ ما تبقى من أسطر برمجية أو statement. وبالتالي نستقبل من البرنامج الفرعي نتيجة أو ما يعرف بـ result، نتيجة أو تتمثل في parameters أو values نستعملها في تنفيذ statement خاصة بالبرنامج الرئيسي. إذن كان هذا درس حول استعمال البرامج الفرعية داخل البرامج الرئيسية، تمهيدا لدرس البروسيدور والفونكسيون. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.